السلام عليكم. درسنا للنهار اليوم هو الهمزة المتوسطة. أول حاجة، ما هي الهمزة المتوسطة؟ سميت بالهمزة المتوسطة لأنها تكون في وسط الكلمة، داخل الكلمة، وتكتب يا إما على الألف، يا إما على الواو أو الياء، حسب الحركة التي تناسبها والتي تكون عليها أو على الحرف الذي قبلها. هنشوف تعريف أكثر حول الحركات، قوة الحركة، ما يناسبها في الموضع. عندنا الكسرة هي أقوى الحركة، تأتي في المرتبة الأولى، الموضع الذي يناسبها هي النابرة. الضمة هي أقل من الكسرة، تأتي في المرتبة الثانية، والموضع الذي يناسبها هو الواو. أما الفتحة فهي أقل من الضمة، تأتي في المرتبة الثالثة، والموضع الذي يناسبه هو الألف. وأخيرا السكون هو أضعف الحركات، يأتي في المرتبة الأخيرة، وليس يعني ما فيش سكون، همزة ساكنة في وسط الكلمة، إذا هي حالة خاصة تكتب في آخر الكلمة، مثل هواء، سماء. إذا نراها في دروس أخرى. عندنا أمثلة حول الهمزة لما تكون على النابرة. عندنا كلمة جائزة، هنا الهمزة تكتب على النابرة، لماذا؟ لأنها مكسورة، لقبلها الساكن، لأن فوق المد عندنا الحركة التي تأتي فوق المد هي السكون، إذا هي مكسورة وما قبلها ساكن، والكسرة أقوى الحركات، إذا تكتب على النابرة. بئر، كتبت الهمزة على النابرة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور، والكسرة أقوى الحركات، إذا تكتب على الحركة التي قبلها. مئة، كتبت الهمزة على النابرة لأنها مفتوحة وما قبلها مكسور، والكسرة أقوى من الفتحة، إذا تكتب على الكسرة التي قبلها. أفئدة، كتبت الهمزة على النابرة لأنها مكسورة، ما قبلها ساكن، والكسرة أقوى الحركات، إذا تكتب على النابرة. المثال الثاني، تكتب الهمزة على الواو إذا كانت مضمومة، لأن الضمة هو اللي يناسب الواو، تناسب الضمة، تكتب على الواو لأنها مضمومة. مسؤول، كتبت على الضمة وما قبلها ساكن، والضمة أقوى من السكون، إذا تكتب على الواو. فؤاد، كتبت الهمزة على الواو لأنها مفتوحة وما قبلها مضموم، الضمة التي قبلها هي أقوى من الفتحة، إذا كتبت على حسب الحركة التي قبلها. شؤون، كتبت الهمزة على الواو لأنها مضمومة وما قبلها مضموم، هنا نفس الحركة، إذا تكتب على الواو. مؤونة، كتبت على الواو لأنها مضمومة، ما قبلها مفتوح، والضمة أقوى من الفتحة، إذا كتبت على الواو التي تناسبها. آخر مثال على الألف، تكتب الهمزة على الألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح، تكتب على المسألة، كتبت على الألف كذلك لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن، كتبت الهمزة في كلمة فأر أو فأس على الألف لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، والفتحة أقوى من السكون، إذا تكتب على حسب الحركة التي قبلها على الألف. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس تاع الهمزة المتوسطة. إلى الملتقى بإذن الله.